أسمى صور التواصل إنك تكتشف احتياج الطرف الآخر، ولما تكتشف احتياج الطرف الآخر ما تستهنش بيه. ممكن يكون جداً احتياج بسيط بالنسبة لك، احتياج ضعيف، ولكن بالنسبة للطرف الآخر هو احتياج كبير في الحقيقة، وما تستهنش بيه، بل بالعكس أنت مطالب إن أنت تبذل مجهود عشان بقدر الإمكان تنفذ وتقدم احتياج الطرف الآخر. مش بس كده، أنت مطالب كمان إن أنت تشجع. وهرجع في الحكاية دي مش بس للزوج والزوجة أو الزوجة مع الزوج، ولكن كمان مع الأولاد. شجع أولادك لما بيقولك بفكرة إيجابية، شجع بنتك لو عندها مشكلة معينة، خليك قريبة منها في ظروف معينة في حياتها، في حياتها العمرية. ما تنفريش وما تخليهاش تبعد عنك، بل بالعكس كل المشاكل كل الاحتياجات فهي احتياجات طبيعية، لازم نتعامل معها بصورة إيجابية عشان نوصل لصورة إيجابية. أنا مرة اتكلمت في النقطة دي، وبعدين أول تعليق جالي: ما أنا عارفة كل احتياجاته، بس هو يبص على احتياجاتي. يعني الفكرة أنا ما قلتش هو، لكن احتياج الطرف الآخر، إنه أكتشف احتياجاته، أكتشف احتياجاتها. إحنا لسه ما وصلناش لنقطة التنفيذ أو بداية أخذ الخطوات عشان ننفذ. مجرد إن أكتشف هي احتياجها إيه وأبقى واعي لكده، ده في حد ذاته نص الطريق يا جماعة. محتاجين بس تدريب، تدريب عشان نبتدي ناخد خطوات أسدد احتياج الشخص. اتكلمنا على الورد يا جماعة، الورد كتسديد احتياج، أنا عايزة ورد يا إبراهيم. الناحية التانية اللي اتكلمنا عنها مبارح، إنه لا هعمل إيه بالورد، أنا عايزة فلوس، إحنا عايزين ناكل، إحنا عايزين مام مام مام، إحنا عايزين نربي العيال. لا ده غلط ولا ده غلط، ولا ده صح ولا ده صح. أنت عرفت احتياجها، اوعى في يوم من الايام تقومي احتياجه، تعدليه على مزاجك، او اوعى تقول لها ايه ده مش عايزه ورد يا بنتي، ما الفلوس موجوده الحمد لله، طب اجيب لك حاجه تبلي بيها ريقك. يعني اوعى تقاوم احتياجها، لان هي بتتكلم على الاحتياج وانت بتتكلم على اللي جواك وانت محتاجه. اكتشفه فقط، اكتشفه، شجع ولا تنتهر، شجع ولا تنتهر. انا بيعجبني جدا المنظر ده والكلام اللي داير بينهم. عيب يا ولد انت لسه صغير، ما تجيبش سيرة الحاجات دي، انت عيب لسه لما تبقى راجل، عيب عيب، تكلمش على الحاجات دي لما تكبر تبقى راجل، عيب. بنسمعها كتير، بنسمعها كتير، وبتحط جواك او جوه الشنطة بتاعتك مبدأ العيب، وتاخده على انه عيب في كل المواقف مش بس في حكاية الارتباط. ولما بيكبر الشاب ويتجوز، واول ما ابنه بيبقى شاب برضه عيب، ما بنقولش كده، ولكن صديقه وبياخد ويدي معاه. مش بس كده، طب هي رأيها ايه؟ بيطمنه، بيقربه ليه. مرة جاية انا متأكد انه هيروح لما يكون عنده مشكلة كبيرة اكبر من كده بكتير، هي مش مشكلة يعني، عايز اقول مسألة مهمة، انا متأكد انه هيروح لصديقه اللي هو ابوه ويحكي معاه ويطلب مشورته. الولد بيبتدي يفكر، يعني عايز يدخل دراسة معينة، عايز يعمل مشروع صغير مع أصحابه، عامل دراسة جدوى صغيرة. فكرة جميلة، ابتدي وأنا معاك. فاكرين لما اتكلمنا أول امبارح الزوج والزوج، أنا معاكي، أنا في ظهرك، أنا معاكي حبيبي مش سايباك. اللي أنت بتفكر فيه لو أنت مقتنعة بالمبدأ ده، عبري بيه وجدانيا، عبر بيه إنه هي هتقدر تحس إنها مش لوحدها، إنه هو مش لوحده، هيزيدكوا قوة مع بعض يا جماعة. سواء كان مشروع، سواء كان تربية أولاد، سواء كان أي قرار، لو مقتنع بيه شجع، لو صعب عليك نحاول نتعلم إزاي نشجع. أنا أحب جدا اللعب، يعني أنا بلعب كتير أوي، وليه لأ؟ اختلق الأوقات أو الأماكن، مش لازم يعني الملعب ده أو الصورة دي، لكن في طرق كتيرة حتى ممكن جوه البيت وبطرق بسيطة، خروجة صغيرة الجنينة، الأولاد يلعبوا بكرة، الكرة البلاستيك البسيطة. ما تعرفش بيفرق قد إيه في نفسية العيلة كلها، حتى في نفسيتك أنت من غير ما تكون دريان ومشغول بحاجات كتير، ده هيطلعك من اللي جواك. افتكروا عملية الشهيق والزفير يا جماعة، انك ما تقعد تفكر وتفكر وتشتغل وتعمل. انا من النهارده الصبح واحنا على الفطار كنت بقول انا مدمن شغل، يعني انا ربنا بيشفيني من النقطه دي،
لكن بيجي اوقات عليا واحس ان انا عايز اتنفس بقى اللي انا بلعته ده، عايز اطلعه بره لانه هيزيدك قوه وهيدي لك طاقه اكتر. العبوا مع اولادكم يا جماعه، ولو ما فيش اولاد لسه ربنا يديكم العب مع مراتك، العبي معاها، مش عيب مش عيب مش عيب. اللعب طريقه من ضمن الطرق الجميله جدا جدا اللي هتخليكم تعالجوا مشاكل وبصوره إيجابية تستغربوا عليها فعلا. أنا ما أقولكوش الكروت دي بتعمل إيه في الحقيقة، أشجعكم إن أنتوا تعملوا حاجة زي كده. وأنا مش قلتلك 100 مرة حطي الكرة هنا اعملي ده يا بنتي هعلم فيك قد إيه؟ لا مش كده أبدا. أوعى تفتكر إن هي أنت، يعني ما تحطهاش مكانك، هي لسه إمكانياتها، هي لسه بتتعلم، هي معلش حاولي مرة. لو مش قادر تقولي حبيبتي، في على فكرة رجالة أنا كنت منهم فترة كبيرة في حياتي إني ما بعرفش أعبر بالكلام، شغلي ذكائك الوجداني وقولي هو مش قادر يقول، لأن احتمال كبير جدا عمره ما سمعها وهو صغير. ابتدي اعملي ريسيرش على بحث، أو يعني دوري في، اسألي عن طفولته. وأكيد وأشجع كل الناس وخصوصا المخطوبين أو المتجوزين حديثا، ما تعيش بس الحاضر مع جوزك أو جوزك أو عفوا جوزك أو مراتك، عيش معاه كمان الماضي، خليه يحكي لك عنه، وهو بيحكي لك عنه اكتشفي مش قادر يقول حبيبتي عشان ما سمعهاش كتير، ما اسمعهاش كتير. ومن هنا ابتدي انطلق. لو مش قادر يقولها حاولي انت تقوليها له، انت احتياجك ان هو يقولها لك، لكن ذكائك بيقول لك قوليها له انت. ابتدي هتلاقيه اوتوماتيك ابتدى وعبر لك عن الكلام اللي ما كانش قادر يعيشه وقادر يتكلمه قبل كده، لان في حاجه مخفيه في الشنطه هي العائق لتوصيل الرسالة بالصورة دي. معلش يا حبيبتي حاولي مرة تانية. زي ما شفنا صورة الأب والولد، والولد غالبا كده كان بيتكلموا على حد هو معجب بيه ونفسه يخطبه، حبيبة ونفسه يرتبط بيها ويتجوزها. يمكن الصورة دي تكون معبرة بشكل كبير على البنات في مرحلة أو بداية مرحلة المراهقة أو تغير سني معين. وأوقات أولادنا بيحسوا إنه ده عيب، هما يعني مش بتكلم على الآباء والأمهات، الأولاد نفسهم بيحسوا إن التغير الجسماني أو السايكولوجي أو أي تغيرات في تكوين شخصيتي ده عيب وبحاول أخبيه. ولكن في الحقيقة هو أقرب شخص أو أقرب إنسانة للبنت هي الأم. ما تصدميش بنتك، ما تصدمش ابنك في شيء طبيعي. التغيرات اللي بتمر بيها البنت دي تغيرات طبيعية، بل بالعكس هي محتاجة دلوقتي سندتك ليها، ومحتاجة وجودك معاها، وإنك تحسسيها إن كل التغيرات ده شيء طبيعي هيديها الأمان، وإنها تكمل معاكي من أول الطريق اللي هي ابتدت فيه كتغيرات في تكوينها، في شخصيتها، في ذاتها، خطوة بخطوة. يعني مش عايز أفتح القصة وأقول لا مش كل حاجة مش عيب، في حاجات عيب يا جماعة، في حاجات عيب، ولكن خليك واعي للي هو تتواصل بيه إنه عيب أو لا ده طبيعي، وتقرب من أولادك. الصورة اللي شفناها امبارح، انا مش سامع ولا فاهم انت بتقولي ايه. ايوه طبعا طبعا، هو مش فاهم هي بتقول ايه، هو فاهمه كان بيقول ايه. راجعوا بعض يا جماعه في الرسائل حتى لو هي رسائل ايجابيه. اوقات بنعمل كده، زي ما واحد مره قال لي انا بصدق انها تقول لي كلمه حلوه باخدها وامشي، احسن استنى شويه تروح داخلالي في حاجه تانية تطلع سلبيه ويبقى بوظنا الدنيا. لا، حتى لو رساله ايجابيه، حتى لو رساله بناءه، حاول تتاكد من مفهومها، حاول تتاكدي هو يقصد ايه، هنبني خطوة إيجابية مع بعض بنفس الفهم ولا لا. الصورة اللي شفناها امبارح، الاتنين اللي قاعدين في الجنينة، هو بيفكر في المستقبل، الرحلات والفسح وغيره وغيره، أو ممكن يكون العكس وهي بتفكر في الأولاد. الاتنين إيجابيين واتكلموا رسالة إيجابية،
ولكن في اتجاهين مختلفين. هيجي وقت ويحصل صدام، صدام إيجابي مش إيجابي قوي يعني. خليه أكد لك المعلومة، اتأكدي منه، اتأكد منها. متهيألي اللفظ ده عارفينه، أو النقطة دي غالباً سمعناها كتير، ويمكن أكتر موجودة في صعيد مصر مثلاً أو في القرى أو كده، بحلها القطة. عارفين يعني إيه بحلها القطة؟ وريها العين الحمر. وأوقات إحنا بنطيع هذا المبدأ في الحقيقة، إنك تتبحلها القطة. حاجة خطيرة جداً يا جماعة، حاجة خطيرة جداً إنه تبتدي ترتبط بإنسان أو بشخص وهي عارفة إن أنت زي قاعد لها زي القط وهي زي الفار، يعني انت متربص ليها لاي حاجه ولازم تعاقبها على حاجات محصدة. ده تفكير خاطئ، انا بعتبره خاطئ 100%. يعني ايه تبحلها القطه؟ طبعا الصديق اللذيذ او الوفي، شكرا الصديق الوفي، بحلها القطه وريها ان انت راجل البيت وده عايز يفهم، واكيد هيفهمه. تواصل مش سلبي بس، كان بيه مبارح أربع أنواع تواصل، من ضمنهم الهدام، تواصل هدام. احذر التواصل الهدام، مش كل صديق هو صديق، ومش كل نصيحة نصيحة. احذر استقبالك وتعاملك مع الرسائل اللي ودنك وكيانك كله بيستقبلها. مبدأ خاطئ يا جماعة. هي برضو يعني أخذت شوية نصايح مش وحشة يعني، في ناس ملت ودانها يعني، والاتنين ابتدوا في الحقيقة علاقتهم للأسف يعني بعدوانية. لو هتبني علاقتك بالمنظر ده أو بالشكل ده، فأنا مش شايف أي أمل يعني، مش عايز أقول أي أمل، ولكن لو الاتيتيود ده اتشال من دماغك يبقى فعلا في مجال، بنوسع المجال ان احنا نتواصل مع بعض ونعيش مع بعض. انا كتبت الكلام ده لاني قعدت مع ناس عايشين في امريكا بقالهم 40 سنه، واكتر اقل حاجه تتخيل انه ممكن تحصل لبني ادم عايش 40 سنة في مكان غير البيئة اللي تربى فيها، إنه يتغير تفكيره شوية في بعض النقاط. وبعدين بقول له يا أخي طيب ما تخليك يعني اعمل معاها كذا. إيه تتعودهم علينا؟ قالها لي بالطريقة دي. إيه بالظبط، إيه أنت هتعودهم علينا؟ قلت له لا لا بالراحة عليا شوية. وبعدين قعدت أفكر، لقيت رد غريب يعني بيجي لي وحبيت اشاركه بيه. قلت له ماله يا اخي، ما يتعودوا يعني، انت هتعودهم علينا وكانها انت هتخليهم يعملوا خطيه. قلت له ماله يا اخي، ما يتعودوا، خليها تتعود عليك، خليه يتعود عليك، ايه المشكله؟ ده جزء منك، دي بتطلب حاجه لبنيان شخصيتها، بتطلب حاجه لبنيان العلاقه، بتطلب حاجه ايجابيه، دي ليه كنتوا الاثنين؟ ما يتعودوا. اوعى تسمع النصيحة لما حد يقولك ما تعودهاش على كذا، اوعى، انت راجل اوعى. اذبح لها افتح التلاجة واذبح كل ليس كل صديق صديق، وليس كل نصيحة نصيحة. خليك ذكي
هنا استخدم كمان ال20% بتاعت الذكاء العقلي. خليك ذكي عقليا ووجدانيا في كل رسالة بتسمعها، ومش كل اللي تسمعه تروح تقوله. اوعي انا راجل البيت، لا انت هتعود عليا ولا ايه؟ لا لا لا، راجع نفسك في الرسائل اللي بتستخدمها وعلى اللي بتسمعها. وعلى فكرة لو سمعت رسالة ما عجبتكش ارميها. انا سمعت رسالة وما عجبتنيش بس ما رميتهاش، لاني حاسس انها ممكن تفيد حد تاني، عشان كده كتبتها هنا. اشجعك كل حاجة بنسمعها، كل مشاركات ما بيننا، كل فكرة بتكتبها، كل حاجة ربنا بيكلمك فيها جوا قلبك لبنيان علاقتك وعلاقتك مع زوجتك والعكس صحيح بتكبر، خدها معاك. لو الرب حط قدامك ناس عندهم نفس الاحتياج شاركهم. انت ممكن تكون موجود هنا لانك انت الشمعة اللي هتضيء حياة ناس تانية عندها مشاكل كتير. اسمع النصيحة، ما تنفذهاش، حطها في الدرج الاسود وطلعها وقت ما تحس ان هي ليها احتياج هيفيد حد تاني، لكن ما تطبقهاش. انت بتقول له النصيحة دي ما تعملهاش. ده موضوع كبير قوي. لا ترتدي ملابس غيرك، وما تحاولش تفصل البني آدم اللي حواليه، الطرف التاني أو البني آدم التاني على أو حسب مقاسك، لأنها ممكن تبقى ضيقة أو واسعة أو غير مريحة أو تدعو للسخرية. يعني راجل رجله قد كده ولابس جزمة قد كده، ممكن واحد يضحك عليه، واحد يقول كلمة مش كويسة، مش بتاعته. أنا قلت الحكاية دي امبارح غالبا. أنا كراجل شرقي في بعض الألوان في اللبس، ما مع إني عايش بره والمفروض بقى ألبس أي حاجة، بس أنا مش عايز ألبس حاجة مش بتاعتي، مش مريحة ليا. برضو لو هي مش مريحة ليها ما تعملهاش، والعكس صحيح. لا ترتدي ملابس غيرك، وأؤمن بنفسك، آمن بنفسك وثق بنفسك، واعرف نفسك. زي ما مراتي عرفت اسمها، هي عارفاه في الحقيقة لكن عرفت اسمها ووصلته لي. حتى بعد سنين طويلة ممكن تلاقي نفس الشيء اللي انت تعودت عليه بصورة طبيعية، ولا يمكن تغيره. انا لا يمكن اعمل كده، احنا بقالنا 20 سنة بنعمل ده، جايين دلوقتي نغيره؟ لا، لو هو للتغيير للأفضل اعمله، وممكن حتى تعمله من غير سؤال طب ليه، ولكن النتيجة إيجابية. أنا أقبل وأحب نفسي كما أنا، اسمي كينونتي، تصرفاتي، عاداتي، المفروض أنها تبقى طبعا إيجابية. لكن قبول النفس، أنك تقبل ذاتك زي ما أنت بكل ضعفاتك. أنا مين؟ وظيفتي، مركزي، شغلي، علاقاتي. أنا كينونتي في الله، كينونتي في الله. لما بقتنع وبأؤمن بده جوا قلبي، انت كينونتك في الله، الله اللي فداك على الصليب، الله اللي ادالك حياة أبدية، الله اللي أطلق عليك اسم الابن وأطلق عليك اسم البنت، فإحنا كينونتنا وهويتنا في الله. ساعتها من المنطلق العظيم ده، من المنطلق العالي المستوى، هقدر أتعامل مع شريك حياتي. لو تعاملت من مستوى تحت شوية، فهأطالب شريكة حياتي وشريك حياتي بنفس المستوى الواطي شوية. عفوا، مش الواطي، يعني أنا قلت لكم قبل كده عندي مشكلة في بعض الألفاظ، سامحوني، ما أقصدش كلمة واطي، الضعيف، المستوى الضعيف. ولكن لما بأنظر وبعيش من منطلق علاقتي بالله، فبنفس المستوى وبنفس الحب وبنفس الإيجابية بتعامل مع شريك وشريكة حياتي. أمين. ربنا يدينا إن إحنا نكتشف هويتنا في يسوع المسيح اللي أطلق علينا أولاد وأحباء.